تعالوا اما نشوف الحاجتين اللي احنا قلنا، احنا اتكلمنا على الفريكوينسي ريوز واتكلمنا على الهاند اوفر بصفه عامه ككونسبتس. تعالوا نتكلم عليهم بقى اكروس الجنريشنز، يعني الفريكوينسي ريوز في ال 2 جي وال 4 جي وال 5 جي وبيوند، والهاند اوفر في 2 جي و3 جي و4 جي وبيوند. فتعالوا اما نبتدي بالفريكوينسي ريوز. في ال 2 جي في الجي اس ام بالذات احنا اتفقنا ان الفريكوينسي ريوز ان انا عندي فريكوينسي ريوز فاكتور 1 اوفر ان، بمعنى ان انا كل كلاستر هي عباره عن ان سيلز، والان سيلز دولت بيستعملوا نفس الفريكوينسيز اوف كل ان سيلز تانيين، صح؟ فده في ال 2 جي. فده ال 2 جي عندنا التراديشنال فريكوينسي ريوز، يعني خلينا اهوت فريكوينسي ريوز ب 1 اوفر ان. طيب في ال 3 جي عندنا ما يسمى بقى باليونيفرسال فريكوانسي ريوز. ايه اليونيفرسال فريكوانسي ريوز؟ ان الفريكوانسي ريوز فاكتور بتاعتي ب 1. ماشي، لما ال 1 اوفر ان تبقى ب 1 معناها ان ال n بكام؟ ال n ب 1، يعني الكلاستر از 1 سيل، صح؟ يعني كل السيلز بيستعملوا ذا سيم فريكوانسي. اولا طبعا ما دام ال n ب 1 يبقى كل الريسورسز موجوده في كل سيل، صح؟ ما كل ما ال n كانت بتزيد كل ما نصيب كل سيل من الريسورسز كان بيقل. هنا ان ال n ب 1 معنى كده ان كل الريسورسز موجوده في كل السيلز، وكل السيلز بتستعمل نفس الفريكوانسي، عشان كده بنسميه يونيفرسال فريكوانسي ريوز. فريكوانسي ريوز اكروس النتورك كلها، اكروس كل السيلز يعني. طيب امال هنا بقى موضوع الكوسيل انترفيرنس بيتم ازاي؟ بالظبط بالكود. انا في ال 3 جي الريسورسز بتاعتي مش هي الفريكوانسي. انا بوزع انا بعمل فريكوانسي ريوز. طبعا احنا فريكوانسي ريوز ده ريوز للفريكوانسز بالتحديد يعني، تمام؟ فبما ان في ال 2 جي كانت الريسورسز هي الفريكوانسز كانت بتتقسم، هنا لا، في ال 3 جي اليوزرز ار ديستينجويشد فروم ايتش اذر يوزنج كودز، سبريدنج كودز، تسميهم بقى سبريدنج كودز او بي ان كودز. وبالتالي ما فيش ما يمنع ان انا يبقى عندي يوزر شغال على فريكوانسي اف 1 في تايم معين، ويوزر تاني شغال على نفس الفريكوانسي في نفس التايم. طب بس ساعتها الاكسس سوري المالتيبل اكسس انترفيرنس اليمينيتد ازاي؟ الانترفيرنس ما بين التو يوزر ازاي؟ ان كل واحد شغال بكود مختلف. يمكن احنا قلناها قبل كده ان انا عندي يوزر رقم واحد بعت مسج ام واحد بس مالتيبلايد في كود سي واحد، ويوزر رقم اثنين بعت مسج رقم اثنين مالتيبلايد في كود رقم اثنين، الاثنين انترفيرنج وذ ايتش اذر. البيز ستيشن هنا انا بتكلم مثلا في اب لينك دايركشن يعني، فالبيز ستيشن جاي لها التو مسجز كده اهوت انترفيرنج. البيز ستيشن عايزه مسج رقم واحد، هتاخد ده كله كده تضربه في سي واحد وتعمل له انتجريشن. ماشي، الكلام دوت يطلع لي ام واحد في سي واحد سكويرد زائد ام اتنين في سي 1 سي 2، كل ده انتجريتد. ماشي، الكود دوت هو عباره عن باينري كود يا وانز يا نيجاتيف وانز، سواء 1 او نيجاتيف 1 سكويرد فده يبقى بواحد. الكودز كمان ار اورثوجونال، بمعنى ان الانتجريشن لسي 1 في سي 2 هيبقى اولموست بزيرو، يعني مش اكزاكتلي بزيرو بس هيبقى كوازي اورثوجونال، فا اولموست بزيرو او بيريبريزنت انترفيرنس صغير بس، فيبقى لي بس المسج ام 1، فيبقى السيباريشن بتوين المسجز عن طريق الكود. فده عشان كده قدرنا نعمل يونيفرسال فريكوانسي ريوز، ويبقى ساعتها يبقى الكباستي بتاعت السيستم مش بتحدد على حسب هو انا عندي ريسورسز قد ايه في كل سيل تايمز عدد السيلز، لا، ما انا كل الريسورسز او كل الفريكوانسيز متاحه في كل سيل من السيستم. يتحدد بقى عدد اليوزرز ازاي او عدد السبسكرايبرز ازاي؟ على حسب الكودز. ماشي، بس الكودز ديت ما هي يعني sequences of ones and zeros، كترهم. عايز يعني كودز اكتر خلي الكود بتاعك بدل ما هو مثلا
20 بت خليه 25 بت، ساعتها يبقى الكومبينيشنز اوف 25 بت اكبر بكتير من كومبينيشنز اوف 20 بت، فنقدر نطلع كودز اكتر، وتقدر تنقي منهم الكودز الحبه اللي اورثوجونال، لان هو مش اي يعني مش اي كود اوف 20 بت اورثوجونال على اي كود تاني اوف 20 بت. ماشي، فحلها بسيط. فهي الليميتيشن مش فعليا في عدد الكودز، الليميتيشن في الريزيدوال انترفيرنس اللي بيتم. انا قلت لكم ده تقريبا بيساوي زيرو، رقم صغير بس مش اكزاكتلي زيرو. طيب لو انا عندي مسج ام 3 هيتبقى منها شويه انترفيرنس على ام 1، مسج ام 4 في شويه انترفيرنس كمان، فكل ما عدد المسجز يزيد كل ما السورسز اوف انترفيرنس تزيد، كل ما السيجنال تو انترفيرنس ريشيو تبتدي تقل. فالليميتيشن دوت بيبقى جاي من انا اقدر اتوليريت انترفيرنس قد ايه، والانترفيرنس دوت جاي من الريزيدوال انترفيرنس بسبب الكوز. ماشي، ممكن نبقى في مره نتكلم على واحنا بنتكلم يعني بنريفيزيت ال 3 جي، هنتكلم عن موضوع الكودز دوت والاورثوجوناليتي بتاعتهم والانترفيرنس بشويه تفاصيل اكتر من كده. بس هنا من حيث الفريكوانسي ريوز انا هنا بقدر استعمل او ابلاي يونيفرسال فريكوانسي ريوز، لان كل السيلز بتستعمل نفس الفريكوانسيز والسيباريشن ما بين اليوزرز بيبقى عن طريق الكودز. طيب في ال 4 جي بنعمل ايه؟ في ال 4 جي ايه نوع الفريكوانسي ريوز؟ في حاجتين، يا اما بنشتغل بالفريكوانسي ريوز شبيه باللي فاتوا، بس مع ال4G ابتدى يبقى فيه انترودكشن لكونسبت جديد اسمه فراكشنال فريكوانسي ريوز. ايه الفراكشنال فريكوانسي ريوز؟ انا الفراكشنال فريكوانسي ريوز ده is a general concept can be applied in different ways. فتعالوا ما نشوف كام واي منهم كدهوت. تعالوا نتخيل ادي عندي 3 adjacent cells، ممكن لو انا بعمل frequency reuse purely زي ال 2G فيبقى كل سيل من دولت بتستعمل frequencies مختلفة. لو انا بعمل الاكستريم التاني بتاع اليونيفرسال frequency reuse يبقى الثلاثة سيلز دولت هيستعملوا نفس الفريكونسي، واللي معناه انه ممكن يكون الانترفيرنس كبير شوية. طبعا مع ال 4G انا ما عنديش الكودز اللي احنا كنا بنستعملها في ال 3G، فالانترفيرنس وارد، فما ينفعش اعمل اليونيفرسال frequency reuse. بس ستيل انا عايز ازود الكباستي شويه، فبنعمل ايه؟ ممكن اجي اقول انا هاجي في السنترز بتاعه السيلز ديت ودول اعمل فيهم يونيفرسال frequency reuse، فيبقى دول استعمل فيهم نفس الباور نفس الفريكوانسي. يبقى انا بستعمل في السيل سنتر نفس الفريكوانسي، فهنا اكني واخد اليونيفرسال فريكوانسي ريوز. واجي بقى عند السيل ايدج، السيل ايدج اللي فيها اليوزرز ممكن يكونوا قريبين من بعض، فاجي اقول خلي مثلا الجزء ده من الايدج بيستعمل مجموعه فريكوانسيز، والجزء ده من السيل الثانيه من الايدج يستعمل فريكوانسيز تانية، والجزء ده من الايدج يستعمل فريكوانسيز تالت. هنا يبقى انا بعمل ايه؟ الفريكوانسي ريوز زي الكونسبت اللي احنا قلناه على ال 2G. فهو ده اللي يسمى فراكشنال فريكوانسي ريوز، وكان انا بستعمل بابلاي الكونسبت بتاع الفريكوانسي ريوز على فراكشن من السيل مش على السيل كلها. هنا انا عملتها لكم بصوره انه السيل ايدج نفسه متقسم لحتت، يعني ممكن تكملت بقى الكلام دوت ان انا اقول ان الحته دي كده استعمل الفريكوانسز الاحمر، والحته دي كده استعمل الفريكوانسز الاسود، بحيث ان انا مع سيل ثانيه بقى السيلز اللي ستيل ادجيسنت للثلاثه اللي مرسومين دولت يبقى اي كومن باوندريز بتوين تو سيلز بيستعملوا تو فريكوانسز مختلفين. وان فيرجن انه يقول لي لا خلاص السيل ايدج ده كله يستعمل فريكوانسز، والسيل ايدج ده كله يستعمل فريكوانسز ثانيه، والسيل ايدج ده كله يستعمل فريكوانسز ثالثه. فده فاريشن ثاني اوف الفراكشنال فريكوانسي ريوز. طيب خلينا في اللي احنا
قلناه. بس مع تقسيمة الفريكونسيز ديت كمان في ادجستمنت للباور. يعني انا لو انا هنا مع الفريكونسي هرسم الباور، السيل ايدج سوري السيل سنتر دوت هيستعمله اليوزرز اللي جوه السنتر، فاوريدي الانترفيرنس اللي ممكن يتم من الاذر سيلز اللي هم بقى بيعملوا يونيفرسال ريوز انا مش عايزه يبقى انترفيرنس كبير، فالباور اللي بيتبعت بيها الفريكونسز اللي في السيل سنتر تبقى باور قليل. لكن اللي على السيل ايدج انا ممكن ازود الباور شوي، ممكن الباور اللي على السيل ايدج تبقى كبيرة، وده يسيرف او يعني يعمل لي حاجتين. اولا بالنسبة لانه اليوزرز اللي على السيل ايدج دولت فريكوانسز مختلفة، فالانترفيرنس اللي ما بينهم ايديالي مش موجود الا اذا كان في يعني ايه باور ليكج زي ما قلنا في حالة الادجيسنت سيل انترفيرنس. ثانيا الباور العالية دي تنفع مع ان اليوزر اوريدي اللي عند الايدج ده بعيد عن البيز ستيشن، فاوريدي بيسفر من بروباجيشن لوس عالي، بيسفر من داتا ريت قليل، وده يعني من ضمن الحاجات اللي كانت مهمه في الفورجي، ان انا مش اعلي الداتا ريت في السيل وخلاص، لا انا عايز كمان زي ما بتعلى للسيل سنتر يوزر تعلى للسيل ايدج يوزر، فانا ممكن اعلي له الباور. فطبعا في الفرق في اليونيفرسال فريكوانسي ريوز ما ينفعش اعلي الباور، هيبقى انترفيرنس عالي يعني. لكن هنا بما ان اليوزر اللي واقف هنا في السيل ديت جاي له باور خضراء عاليه وباور حمراء عاليه، بس الباور الخضراء والباور الحمراء ار نوت انترفيرنج لان هم ات ديفرنت فريكوانسي. فهو ده الكونسبت بتاع الفراكشنال فريكوانسي ريوز.